جبل بعد منه. أبو جبل بعد المنازل دي خلاص كده جبل. جبل. اي. انتوا الحاجة الوحيدة المفيدة اللي عملتوها انكم زرعتوا الشجر. اي والله زرعناها السنة اللي فاتت الشجر دي عشان برضه يعمل يخف من حد. قلنا على المية قلنا زرعناها السنة. تعال يا رمضان دقيقة. تعال. ده راجل مواطن يعني من سكان البلد. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه مشاكل القرية؟ مشاكل القرية كل المشاكل في القرية. ساعة واحدة بس بتدخلهم المية في اليوم هم اللي تحت. في مسؤولين بيجوا القرية بتزوروا القرية؟ ولا حد بيسأل في القرية ولا حد عامل حاجة خالص. كل حاجة عاملينها بايدينا. مشوار المية نحن فاحتينه. هنا بير وهنا بير يعني كان بير في القرية هنا. ابو الابيض بتشربوا منها بتشربوا منها؟ مش بتشربوا. المية اللي مطلعينها من البير والله البهايم ما عم تشرب. عاملينها عشان الشجر يجيب عشان الشجر عشان نلاقوا شوية مية لما نزنقوها. وهذه كل مشكلة القرية. والوحدة شفتوها. ما فيهاش دكتور. اللي عم يعني بتملى مرة ولا اتنين في اليوم؟ يعني ما بتكفيش المال اللي هنا في الخزان؟ لغاية انت في الظهر؟ لا والله. على كده يومين انت بتروح وتيجي على كده؟ يعني انت بتعبي كل البيوت على كده ولا هنا؟ بيتك انت ده. ده مدخل قرية الكويت. ظهير صحراوي. منطقة جبلية. جبلية عالية عشان كده كان فيها المية واتاخرت. طب والموتور ده انتوا عاملينه ولا حد؟ احنا اللي عاملينه. هتصور هصوره لك من تحت؟ لا من هنا هصور. هتوقع عندك بقى. وده الخزان. ما هو ده خزان. خزان ارض فيها الميه. أماكن خطرة. ها؟ أماكن خطرة. خافوا على الأطفال. ده مدخل القرية صح؟ ده مدخل القرية. طبعاً تحتية التطوير الأخرانية الملعب بيعملوا له تطوير. الملعب برضه ضمن إيه؟ ها؟ ده بيعملوا له تطوير يعني. شغالين فيه مركز شباب الرياضي يعني. برضه المركز الشباب كان ضمن المنحة ولا؟ اه ضمن المنحة. ده صرف صحي. أيوة. ده صرف صحي. طبعا صرف صحي ضارب هو من ناحيتي. أيوة. صرف صحي ضارب من ناحيتي يعني. تماني حالك. ضارب ازاي؟ يعني زي ما انت شايفه كده مش صحي يعني يعتبر بايظ بايظ الصرف. في حد من المسؤولين بيجي القريه هنا؟ ما فيش مسؤولين بتيجي القرية يعني ما خالص حتى اللي جت المسؤولين ما حدش اصلا بيخدمنا خالص في حاجه. يعني الصرف الصحي ده اصلا يعني المواسير بتاعته اللي هي ماشيه فيها الميه دي يعني ده 4 بوصه. هو الصرف الصحي المتركب فيها من ايام 4 من ايام انشاءت القريه دي اللي هو انشاء الكويت. ايوه انشاء الكويت. طبعا طبعا عملوها المقاول او المهندس اللي عملها طبعا ركبوا 4 بوصه. فتخيلي 4 بوصه معموله لقريه عدد سكانها حاليا يعني شوف 750 بيت. القريه دي 750 بيت. شوفي اضربي 750 بيت في كام اسره في حوالي 4-5 اسر من ساعه من 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 1995 من 95 لحد دلوقتي. فشوفي يعني حوالي يمكن اكثر من 20,000 نسمه القريه دي عاملينها 4 بوصه البتاع ده المجاري موسم المجاري. فطبعا ما نفعاش اي حاجه بتسد بتتسد من ناحيتين من ناحيه دي ومن ناحيه الثانيه من النهار. ده
ده كان عبارة عن ايه؟ عن سوق؟ عن مول سوق يعني سوق للقرية يعني. اه. في جميع انواع السلع الغذائية وكذي. طب وشغال المول كله ما فيهوش حاجة طبعا. زي ما انت شايفة كده كل المحلات فاضية ما فيهاش حاجة خالص. طب ما هو السوق مش شغال؟ لا مش شغال. طب لما تحبوا تشتروا طلبات بتاعتكم تشتروها من فين؟ محلات خاصة، ناس عاملة في البيوت. ناس عاملة محلات في البيوت في على الشارع العمومي زي ما انت شايفة كده. طب ايش سبب القفل بتاع السوق مثلا؟ ما حدش هم بس يعني عملوه كده يعني واول ما سلبت القريه خلاص يعني حتى فيه ناس مكتوبه اسامي على المحلات دي وخلاص والناس دي ما جات اشتغلت المحلات دي قعدت فاضيه مش اكل عليها الزمان وشرع واحده ايه مشكلتها الوحده الصحيه مشكلتها قويه على عروض مشكلتها سحب مننا الدكتور خدوا مننا الدكتور اللي هو كان موجود وانت عارف احنا عايشين طبعا بحكم طبيعتنا احنا عايشين في الجبل يعني عقارب وطريش وعندنا وحياية ودينا مغذق يعني لو اي واحد اتلسع ما نلقوش حتى حقنا بالليل فسحبوا مننا الدكتور وطلبنا بالدكتور ما قالوا لنا عشان كورونا والجماعة اللي هناك مش عارف أول والمهم يعني ما جابوناش الدكتور بيجي يوم في الأسبوع يدوب بيجي له ساعة ويمشي يروح يا ممكن يلحقوه أو ما يلحقوش وتقعد الوحدة زي ما تشايفة كده قاعدة كده مغلقة بيجي الموظف الصبح ياخد له ساعة زمن فيه الموظف الإداري بيجي ياخد ساعة ويروح طب لو حد مريض معاكم بتروحوا بفين؟ بيروحوا فيه دش بيروحوا دشنا بنكلف الواحد بيصرف له 500 جنيه عشان يروح دشنا بيه كم كيلو من اللي عندك لدشنا؟ كم كيلو؟ إذا كان منا الوضعية 5 كيلو حوالي 10 كيلو منا لدشنا مسافة طبعا من هنا حد أكيد أنتوا جيتوا يعني آه كبيرة لا أنا تمشوا مشاكل الوحدة الصحية يعني الكويت أول ما أسست البلد عملت وحدة صحية عشان طبيعة البلد الجبلية ساكنين في الجبل طبعا الوحدة دي من أنسعتين أزمة كورونا نقلوا الدكتور أسامة فؤاد جبرة للعزب من ساعتين ما نقلوا الدكتور ما فيش دكاترة عندي يعني لو واحد لسعت وعقرب مش يملك يروح دشنا والمسافة بيننا وبين دشنا حوالي 10 كيلو يعني أي مريض واحدة تعبانة بالليل حد تعبان عم ناخده عربية مخصوص العربية بتاخد 120 جنيه لحد دشنا حسب يعني لو رايح جاي يعني لو طولت ممكن تعدي 150 والكلام من دي وكشوفه عند دكتور خاص وكده يعني يعني مشوار هم بتقلب. سكان القرية معظمهم شغالين ايه وبيشتغلوا سكان القرية معظمهم شغالين يعني العامل الاجري اللي مزارع على كده اكثر حاجه حرفه الزراعه حرفه الزراعه يعني وعمال كده يعني باليومين واللي بيروح القاهره يشتغل مثلا باليومين في مواصلات متوفره في القريه ما فيش مواصلات يعني نسبه الموضوع ما فيش مواصلات في القريه يعني المكان اللي هو العطيات ديتي عشان نطلع يعني من نيتي بناخده ايه سواء توك توك رايح مخصوص عشان اقرب حته المواصلات دي من العطيات عشان مننا نتحرك ولقينا ودشنا وكده يعني